وانت من رايك هادشي كيفاش ممكن يتطور في بلادنا؟ واش هادشي خاصنا نوصلوا نديروا واحد القوانين زجريه؟ لا، شي هاد الرداءه اللي كلشي كيتشكى منها، الرداءه الميوعه اللي انتشرت في منصات التواصل الاجتماعي، اش ممكن يدار باش توقف؟ انا اولا انا عندي واحد الفكره شويه تقدر شويه غريبه. اولا انا ضد بعد المنع، الحريه دائما خاصها تكون. ثانيا خاص الناس ما نشوفوهمش ناس اخرين، خاص نشوفوهم حتى مغاربه منا، احنا من المجتمع، ما نضروش منهم، ما نشوفوش لهم واحد نظره استعلائيه فوقيه كانهم ظواهر سخيفه في المجتمع. هما بشر بحالنا بحالهم، خصنا نسمعوا لهم ونفهموهم. وعلاش دابا انت كتحد معاهم؟ هذايا ماشي كنتحد معاهم، لان ماشي حل انك تصنعها وحده ولا شنو؟ لا لا لا، انا كنظن انه دائما الرفض. تهرب لك الحس الانتقادي ديالك؟ لا، لانه هنا حس انساني اكثر ما هو حس حرفي، فهمتيني؟ اي ولكن ملي كتشوف واحد الفيديو فيه سخافه يعني فيه، ولكن دابا هو كيفاش شنو الافاده ديالو باش غيفيد الناس؟ ولكن انت كيفاش انا كندويش معاك على واش فادني، انا كتقول لي كيفاش نتعامل معاه؟ كنتعامل واش نرفضو؟ اذا رفضتو غادي نزيد، غادي ما يسمع لي ما نسمع ليه، وغادي يكمل في طريقه، وغادي يكمل في طريقه، وغادي يبقى ذاك المحتوى كاين. ولكن اللي سمعتو وتقبلتو وزعما ناقشنا غادي يقدر يبدل الراي ديالو. دابا انت شحال د الوقت كتقضي باش توجد واحد الفيديو؟ شحال د الوقت كتخدم عليه؟ في البدايه كان كياخذ لي بزاف الوقت، مع التراكم المعرفي ما بقاش كياخذ لي بزاف الوقت. تقريبا اعطيني معدل. ومثلا نعطيك مثلا الفيديو الاخراني ديال الامو تضامن اللي خدمت عليه، غادي يكون خدا لي مينيموم واحد على الاقل ثلاثه الى اربعه سيمانات، شهر ديال الخدمه. طيب غادي تجي واحد السيده ولا غيجي واحد السيد بالتفاهه وغادي يدير واحد الفيديو اللي خدات منه نص ساعه او ساعه او نص نهار كاع. ايوا من بعد وبجوج كتسمى وصناع المحتوى. هذه المساله ما كتضايقكش؟ زيرو ما كتضايقني كاع، ما كتضايقني كاع. هو صانع محتوى وانا صانع محتوى، كل واحد يكون صانع. بالعكس الله يعاوننا ويعاونه. الاشكال فين كاين؟ في الذوق. واش هذا ما غادي يزيد في الذوق ولا ما غاديش يزيد؟ وانا مساله اعماق من هذاك السيد، راه هو نتيجه، راه ماشي سبب، هو راه الاخر. اما السبب راه هو ما شنو هو السبب؟ والسبب راه هو التربيه، هو التعليم، هو النظام التعليمي ديالنا كامل، هو الاعلام ديالنا، فهمتيني شنو باغي يدير؟ واحد الباك كبير يعني، ملي كنجي كيقول لك البردعه وكيتخلي البردعه وتشطر على الشواري، راه هذا راه غير نتيجه، راه السبب راه كبير وعميق وخاصو اصلاح جوهري. ما يمكنش تقول لي الاصلاح هو تعاقب، راه الاصلاح راه هو تصوب من تحت تربي، راه التربيه هي الاساس، هذيك التربيه هي خدمه تما في التيران. شنو دوركم انتم دابا كصناع محتوى باش ترفعوا من المستوى ديال اشنو كاين؟ هو تعطي لك، هو توفر واحد المنتوج اللي الا انت ضد المنع شنو البديل؟ هو انك تخدم، البديل هو انك تخدم وتوفر محتوى اللي كيخلي المشاهد انه يكونسومي ويقول هذا هو المحتوى، لان هذا هو المحتوى اللي هو اللي ما كاينش. يعني هو تعمل الفراغ. لا الطبيعه لا تقبل الفراغ. الطبيعه لا تقبل الفراغ.